بعد موضوع زياش ونصير مزراوي الناس كلها قاعده تسال طب فين بقى القايمه بقى؟ احنا عايزين نعرف دول فين بقى القايمه؟ لان الناس كلها كانت بتتكلم على ان حكيم زياش ونصير مزراوي ولاعيب زي عبد الصمد الزلزولي، الثلاثه دول هم عودتهم هي الابرز بالنسبه للقايمه، بس فين بقى القايمه بقى؟ بقى القايمه تم اعلانها من 11 ساعه تقريبا. من قبل السيد وحيد خليلزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي. حراسه المرمى ياسين بونو، تشيبيليه، منير كاجوي، عطاي سبور، احمد رضا تجنوتي الوداد، الدفاع ادم ماسينا واتفورد، يحيى عطايا الله الوداد، سفيان العكوش لوزان، لوزان ده اعتقد السويسري، اشرف حكيم باريس سان جيرمان، سفيان شكلة اوتشي لوفين، سامي ميماي، فرانك فروسي اعتقد فرانك فروسي ده في دوري بلجيكي، جواد اليومك ريال بلد الوليد، غانم سايس وولفرهامبتون، نايف اجراد استاد رين، نص الملعب عمران لوزا من اكتر اللعيبه انا بحبها في المنتخب المغربي، عمران لوزا لاعب واتفورد، يحيى جبران الوداد، فيصل فجر سيفا سبور، سفيان مرابط فيورنتينا، سفيان مرابط ده لعيب جامد قوي بحب جدا طريقه لعبه، حس ان هو فوندر من الكتاب بجد، فيورنتينا الايطالي، الياس شاير، شاير كوين بارك رينجرز، عز الدين قناحي انرجرز، سليم ملاح ستاندر ليج، الهجوم عبد الصمد الزلزولي برشلونه، واعتقد ان عبد الصمد الزلزولي هيكون متاح جدا ان هو يكون موجود معاك في الماتشين بتاع الكونغو لان عبد الصمد مش بيشارك مع برشلونه فريق اول، فاتمنى ان عبد الصمد تكون الفكره وصلت له، فكره المنتخب الاسباني وبرشلونه يركنها على جنب، انت ترجع للمنتخب المغربي، نرجع لاصلنا علشان ربنا يكرمنا وان شاء الله اللي جاي فيه خير لعبد الصمد والمنتخب المغربي والبرشلونه. سفيان بوفال، انرجس، منير الحدادي، تشبيليه، طارق تزديوي، جنت، يوسف المصيري، تشيبيليا، ايوب الكعبي، هطاي سبورت، ريان مامي، فرانك فروسي. اعتقد ان القايمه دي هي نفس القايمه اللي كانت موجوده معاك في كاس الامم الافريقيه، وحيد خليلزيتش محافظ على قوام المنتخب المغربي، المفاجات الوحيده كانت في زياش وكانت في لعيب زي نصير مزراوي، ودول كانوا مفروضين عليه من الجامعه المغربيه، واتكلمنا احنا على القصه بتاع السيد فوزي لك قرر ان هو ينفض لوحيد خليلزيتش، وحيد خليلزيتش عايز مزراوي ومش عايز زياش، ولا لا انا كده كده هجيبهم، فحصلت المشكله بتاع رد اللعيبه والكلام ده، بس اتمنى ان المشاكل دي ما تاثرش على المنتخب المغربي، اتمنى المنتخب المغربي يحافظ على وحدته، اتمنى المنتخب المغربي ان هو يتم المباراتين امام الكونغو الديمقراطيه على خير ان شاء الله، باذن الله المنتخب المغربي يقدر ان هو يتوج بالفوز في المباراتين علشان ربنا يكرمه ويكون موجود معانا في قطر 2022. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، نتمنى عدم الكلام على زياش او نصير المزراوي او لعيب زي عبد الرزاق حمد الله لحد ما الماتشين يعدوا وبعدها نشوف الدنيا بالنسبه للعيبه دي رايحه وجايه منين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو تذكر دايما ان عليك احترام قرارات المدير الفني مهما كانت قراراته، وادعم المدير الفني وادعم قراراته وحاسبه في حاله الاخفاق فقط، ما تحاسبوش في حاله انك فزت واداء سيء او فزت وما كسبتش سكور او فزت، استمتع باللي بيحصل، لو المنتخب المغربي كسب الكونغو رايح جاي 1-0 الف مبروك ليك على الصعود لكاس العالم، لو المنتخب المغربي صعد وكسب بضربات جزاء الف مبروك ليك على الصعود في كاس العالم، في الحالتين استمتع بالنتيجه وما تقعدش تدور على الاداء لانك في الحالتين مش هتلاقي نفسك مرضي على اي حاجه بتتقدم، لا اداء هتلاقي ان هو عاجبك ولا كره جميله هتلاقي ان هي عاجبك، فاستمتع بالنتيجه وان شاء الله النتيجه النهائيه هي صعود المنتخب المغربي لكاس العالم قطر 2022. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اعذر رايك واحترم.